بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب 38 من الكتاب 22، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام. الغلام يعني ما قبل الحلم. طب واد بيموت وعنده 10 سنين، والواد ده غني ما شاء الله، عنده أموال كتير، فهو بيموت كده قال أوصيكم بثلث مالي تعطيه لابن عمي، ومات. نجيز وصيته ولا لا نجيزها؟ الراجح أن الطفل ما لم يبلغ الحلم لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته ولا يقع طلاقه ولا عتاقته ولا تجوز وصيته. واضح؟ ده الراجح. ليه؟ لأنه غير أهل لحسن التصرف، فقد يسيء التصرف. واضح؟ ده الراجح اللي يلزق في مخك الأول. لكن بعض العلماء وبعض القضاة أجاز وصية الصبي إذا كان بلغ درجة التمييز وكانت غير مفسدة لماله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الرأي المقابل تجوز وصية الصبي ان كان مميزا غير مفسدا لماله. فهمت ازاي؟ يعني ما اوصاش مثلا بتلت ماله تجيبه بيه طعام للكلاب ولا القطط مثلا، زي ما بيحصل في اوروبا، ساعات يعمل ماله كله لخدمة الكلاب، واخد بالك، ويموتوا البني ادمين يجوعوهم ويشبعوا الكلاب، حاجات غريبة، فطر مطموسة. فهمت؟ فناخد بالنا. فلو كانت وصيته، يبقى القول الثاني اللي أجاز وصية الغلام قال بشروط، يبقى الغلام مميز وعاقل ووصيته لا إفساد فيها. في بعض علماء تانيين قالوا لا، نجيز وصية الإمام بإجازة مين؟ وليه. أبوه موافق خلاص، ورثته موافقين خلاص. فهمت بقى إزاي؟ يبقى المسألة فيها 3 مذاهب. ماذا بيقول؟ وده الراجح لعلي الجمهور، لا تجوز وصيته خلاص، وريحونا. مش وصيته بس، ولا بيعه ولا شراء في الحاجات الكبيرة. يعني ما انت بتبعت ابنك يجيب لك شوية فول، لما بيع وشراء، لان الفول ده محقرات، حاجات كلام فارغ، لكن ما يروحش يشتري عمارة، ما يروحش يبيع عربيتك. فهمت بقى ازاي؟ الحاجات اللي هي المهمة ما يشتغلش فيها، لكن ممكن يروح يجيب لك جبنة، يجيب لك عيش، يجيب لك شوية طعمية، يجيب لك كيلو طماطم، حاجات بسيطة. لا بسيطة، مش مشكلة. فهم؟ لكن بيع وشراء المقصود بالعقود المهمة. واضح؟ مش مطلق بيع وشراء. يبقى المذهب الأولاني، افرض ان انت زوجت ابنك الطفل الصغير لبنت اخوك الطفلة الصغيرة، هما الاثنين رايحين الحضانة بيلعبوا، لا انت طالق، لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. فهمت بقى ازاي؟ طب افرض الواد ده كان عنده عبيد فاعتق احدهم، لا تقع عتاقته. يعني ايه؟ يعني كأنه محجور عليه لسفاهته بصغر سنه. ما احنا عندنا الحجر سبب 3 اسباب. الحجر اللي هو منعه من التصرف. امتى بنمنع الانسان من التصرف؟ 3 حاجات بس، اما سفاهة وفقدان عقل لصغر سن، او لفقدان عقل، او ايه؟ يبقى الصغير والمجنون والايه والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال. لا مجنون ولا صغير، بس لا يحسن التصرف في المال يسموه سفيه برضه، يحجر عليه لمصلحته. واحيانا الحجر يكون لمصلحة الغير، كالحجر على ايه؟ على المديون حتى يسدد الديون، كالحجر على المفلس. واحد افلس
وعليه ديون للناس، نحجر عليه بحيث ناخد املاكه نبيعها ونسدد ديون بس بحكم المحكمه. فهمت بقى؟ يبقى احيانا يكون الحجر لمصلحه الغير كالمفلس، او لمصلحه الورثه كالحجر على الميت. الانسان في مرض الوفاه ان يوصي بكل ماله، فنقول له لا، لا توصي الا بثلث مالك. فهمت ازاي؟ يبقى حجر جزئي، احيانا حجر كلي واحيانا حجر جزئي. الصبي بنحجر عليه ليه؟ لسفاهته، لانه لا يحسن التصرف في المال. عشان كده بعض الفقهاء قالك انت بتحجر على الصبي عشان لا يحسن، طب افرض الصبي بيحسن. فهمت ازاي؟ يبقى نجيز اللي يحسن ولا نجيز الذي لا يحسن، عشان كده نشأ المناقشات. فهمت بقى المسألة؟ باب وصية الغلام. وعن أبي قال، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الدارمي في سننه الحديث 25 بعد 303,000، قال حدثنا يحيى بن حسان قال أنبأنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن 13 سنة، لأن كان في زمانه 13 سنة ده سن بلوغ، وفي نفس الوقت كان برضه سن ايه؟ تمييز، مميز وعاقل وفاهم. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الزهير عن أبي إسحاق قال أوصى غلام من الحي ابن 7 سنين، فقال شريح إذا أصاب الغلام في وصيته جازت. يبقى شريح القاضي قال إيه؟ إذا كانت وصيته لا إفساد فيها نجزها. واضح؟ وهو ابن 7 سنين؟ آه، وهو ابن 7 سنين طالما وصيته لا إفساد فيه. فهم؟ قال أبو محمد يعجبني والقضاء لا يجيزون. باقي القضاء ما وافقوش شريح، كانوا لا يجيزوا ابن إيه؟ 7 سنين. يعني طول عمر الأمة تختلف في بعض الفروع الكتيرة، ولا تبدع بعضها ولا تكفر بعضها ولا تشتم بعضها، عشان تعرف البدعة اللي حصلت في هذا الزمان اللي هي فرقت الأمة. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا يونس قال حدثنا أبو إسحاق أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل ابن مرثد لذئره من الحي من الحيرة. ذئر يعني مرضعته. داود كان غني قوي، بيموت عنده 7 سنين ومرضعته يهودية كمان، اللي رضعته يهودية، فأوصى بمال ضخم جدا ليه. فهمت ازاي؟ أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لذئره يعني مرضعته من أهل الحيرة، وعباس صبي. ها؟ لا عباس، إصدار بعض النسخ أخطأه، هي عباس صححها. وعن أبي قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا يونس قال حدثنا أبو إسحاق قال قال شريح إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته. الركية اللي هو البير اللي مالوش سور، حفرة وخيرها مية بس مالوش سور، يسموه بير ركية. طب لو كان ليه سور يسموه بير مطوية. واضح؟ يبقى الركية يعني بئر لا سور له. لو الطفل بيلعب كده وشاف البير ده ما وقعش فيه، يبقى عارف اللي يهلكه واللي ينفعه، يبقى نجيز وصيته. يعني معناه ايه؟ معناه بيعرف مصلحته، عارف مصلحته. لكن الطفل الصغير اللي ما عندوش تمييز يجري يقع زي الجردل. فهمت بقى ازاي؟ لكن ده اول ما يجري يبعد على طول. يبقى ده عارف مصلحته، عارف ان النار تلسع وان الميه تغرق، واخد بالك ازاي؟ وانه لو نط من فوق البيت هيقع يتكسر، وانه ايه اللي يضره اللي ينفع. ولما يبرد يقول لك يا بابا غطيني. فهمت ازاي؟ لما يجوع يا ماما اكليني. انت فاهم كل حاجه اهو. فهمت ازاي؟ يبقى خلاص، يبقى الطفل مميز. النهارده ايه يا ابني؟ يقول لك النهارده الاربع، قاعدين فين؟ في مسجد الاشراف. بنعمل ايه؟ بنقرا السنه. الله، دوت فاهم كل حاجه اهو. فهمت ازاي؟ يبقى دوت مميز. فهمت بقى؟ يبقى بيقول قال شريح إذا اتقى الصبي الركية، يعني صار مميزا، ينفع يعرف ما يضر وما ينفعه،
جازت وصيته. وعن أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن غلاما منهم حين ثغر أو ثغر حين ثغر ثغر يعني إيه؟ يعني سقطت أسنانه اللبنية وبدل الأسنان الدايمة. ده سن إيه؟ بيبتدي من سن 6 سنين و7 سنين يسموه إيه ثغرة؟ يعني إيه؟ يعني أسقط الأسنان اللبنية اللي هي أسنان الطفولة وبدأت تطلع له إيه؟ نبتت أسنان الإيه الكبار اللي هتعيش معاه بقية عمره بقى، فهم؟ أن غلاما منهم حين ثغر يقال له مرثد أوصى لذئر له من أهل الحيرة 40 درهما فأجاز شريح وقال من أصاب الحق أجزناه. وعن أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن أبا بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت فسألوه أن يوصي فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم وأن أهلها باعوها 30,000. يعني شوف بئر غالية قوي. ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن 10 سنين أو 12، واللي أجاز وصيته مين؟ عمر بن الخطاب. الإمام الشافعي قال إيه؟ لو صحت إجازة عمر لقلت بها، ولكن لا تصح إسنادا، منقطع الإسناد. وعشان كده مذهب الشافعي مع الجمهور أن الغلام لا تجزئ وصيته، لأن يعني الإمام الشافعي علقها على إيه؟ على صحة إجازة عمر، فلو صحت إسنادا يقول بيها، وهي لم تصح. فهمت بقى إزاي؟ فإيه؟ فالإمام الشافعي قوله كالجمهور. وعن أبي قال حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه. وعن أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء وأيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال من أصاب الحق أجزناه. يعني لو وصيتها فيها مصلحة نجزها، هذه معنى أصاب الحق. وعن أبي قال حدثنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر أن سليمان الغساني مات وهو ابن 10 أو 12 سنة فأوصى ببئر له قيمتها 30,000 فأجازها عمر بن الخطاب. ودي الرواية اللي سيدنا الإمام الشافعي عليه لو صحت إسنادا لقلت بها، لكن لم تصح إسنادا، منقطع. منقطع يعني إيه؟ يعني سلسلة الإسناد ليست متصلة، وده من نوع من أنواع الضعف. فهم؟ قال أبو محمد الناس يقولون عمرو ابن سليم، يعني هو قال لك ايه سليم الغساني، بس ابو عمرو بيقول لك الناس بيقولوا عليه عمرو ابن سليم مش سليم الغساني، عمرو ابن سليم بيصح يعني الاسم، ما تفرقش معانا، لان المهم الحكم يعني، فهم؟ وعن ابي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابنيه عبد الله ومحمد ابني ابي بكر عن ابيهما مثل ذلك، غير ان احدهما قال ابن 13 وقال الاخر قبل ان يحتلم. قال أبو محمد عن ابنيه يعني ابني أبي بكر باب من قال لا يجوز، اللي هو قول الجمهور بقى، قول الجمهور قال لك لا يجوز إيه وصية الصبي. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال، يعني الغلام قبل أن يحتل. لكن افرض حاجة ليست ذي بال، قال اللعب بتاعتي يا بابا لو مت اديها لأختي الصغيرة، خلاص إيه مش مشكلة، دي حاجة بسيطة. فهمت بقى إزاي؟ يعني حاجة ليست ذي بال، فهمت؟ أو الموبايل يا بابا اديه لماما، أي حاجة كده يعني، الحاجات البسيطة دي. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا عمرو بن عون
قال أنبأنا هشيم عن يونس عن الحسن قال لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقه حتى يحتلم. طب وينفع الغلام يتزوج؟ في الشرع ينفع، في القانون الحالي لا يصح، فهمت؟ في الشرع الشريف ما فيش سن للزواج، يتجوز في اي وقت، لكن الدخول هو اللي ليه سن. يعني ممكن تتجوز عيل طفل في لابس بامبرز بيرضع، لطفلة تانية لابسة بامبرز بترضع، فهمت بقى ازاي؟ يجوز يبقوا زوجين، لكن يفضلوا يلعبوا مع بعض ويكبروا لحد ما البنت تبقى في الجامعة وعروسة يعملوا الدخلة. يعني الزواج حاجة والدخول حاجة تانية، لأن ساعات يقول إيه ده اتجوز يعني إيه؟ لأن في ناس فاهمة الزواج يعني الدخول على طول، فهمت؟ لا غلط، الزواج يعني العقد. الزواج يعني إيه؟ يعني العقد، وممكن يؤخر الدخول سنوات لما تصلح للدخول، فهمت بقى؟ لكن القانون الحالي يقول لك ما ينفعش سن الزواج أقل من 18 سنة، يبقى لا يصح قانونا ولكن يجوز شرعا. طب هل يجوز مخالفة القانون؟ يحرم، لأن القانون أولي الأمر، وربنا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر. شفت بقى؟ خلافا لما عليه الوهابية، يقول لك أنا مش شرعي يجيز أعمل، أنا مالي بأولي الأمر دول كفار، يقوم إيه يعيش في همجية، عايش إنسان همجي، فهمت بقى إزاي؟ لا، عارف أنت طاعة أولي الأمر دي اللي جت في القرآن هي دي اللي عملت حضارة المسلمين، عملت دول. إنما بغير طاعة أولي الأمر هيبقى فوضى، مش هتبقى دولة، وبالتالي لا يكون هناك حياة منتظمة تستطيع أن تبني فيها مدارس، تبني فيها جامعات، تعمل فيها مصانع، تعمل فيها يعني تطوير، فهمت بقى إزاي؟ لكن الجماعة الهمجي إياهم دول يقولك أدام يجوز شرع نعملها، أنا مالي أولي الأمر. لا مين؟ طب وفين الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسول وأطيعوا رسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شفت؟ طب فين طاعة أولي الأمر؟ ده دي اللي تميزت بها حضارة المسلمين، طاعة أولي الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة الأمير. ليه بقى؟ عشان تنتظم الحياة، فإذا انتظمت الحياة أثمرت، إنما بغير طاعة أولي الأمر بقت فوضى، فهمت؟ كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يبقى الوقت يحرم تزويج أقل من 18 سنة، يحرم شرعا. ليه؟ لأن أولي الأمر له أن يقيد المباح. ليه بقى؟ لمصلحة الناس، لأن شاف أن إيه؟ أن الزواج لما يبقى مالوش سن الناس بتسيء استخدام هذا الحق، فبيسيء لأبنائه وأطفاله، فهو بيبقى ولي الأمر ده عامل زي إيه؟ زي الولي اللي بيمنع التصرفات السفيهة اللي بتحصل في المجتمع، فهمت بقى ازاي؟ لان قد يكون لك حق تسيء استخدامه فتبقى بسفاهه، يوم يجي ولي الامر يقول لك لا انا لا اجيز بقى انك انت تزوج ابنائك الصغار بولايه الاجبار وان كان اجازها الشافعيه. ليه؟ لان الناس اساءوا الامر، فهمت بقى ازاي؟ لان في ناس لحد دلوقتي في ارياف مصر بيتحايلوا ويزوجوا اولادهم اقل من 18 سنه، يقول لك ما هو الشرع يجيز، انا مالي. لا انت مش مالك، ده انت كده عملت حرام، فهمت بقى ازاي؟ وللأسف يجد الوعظ بتاع المركز يقول له ما يجراش حاجة، يجوز، لأن وعظ المركز مش متعلم، وهابي، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل، إلا العاقل يعني، أما يبقى كامل العقل، وكمال العقل يكون إيه؟ بالرشد، والرشد مع العقل لا يكون إلا بعد البلوغ، فهمت بقى إزاي؟ ولا وصية إلا في عقل، إلا النشوان، إلا السكران بالتعدي عقوبة له يجيز بيعه علشان ايه؟ يحرم يسكر. يبقى سكران تينا، تقوم ايه تقول له ايه؟ تبع لي العمارة بتاعتك بعشرة جنيه، يقول له موافق. وهي العمارة بتاعته بعشرة مليون، فهمت؟ تقول له طب امضي، يقول له هات القلم، يوقع. وبعدين فاق، قال يا خرابي سود، ابي انا العمارة بتاعتي بعشرة جنيه وانا اتجننت؟ ما انت كنت سكران يا مجرم. يقوم يجي الشرع الشريف
ايه عقوبة له يوقع عقده. فهمت بقى ازاي؟ عقوبة له. يعني عشان كده قال لك الا النشوان، يعني الا السكران بتعدي. طب افرض السكران بغير تعدي، يعني اسكروه شربوه شربه وما يعرفش انه خمر. فهمت بقى ازاي؟ لحد ما سكر وما يعرفش انه خمر، فايه وقعوا له على، يقول لك لا تجوز افعاله لانه ده غير متعدي بسكره. يبقى المتعدي بسكره نجيز اعماله وافعاله، على خلاف في مذهب قليل يقول لك حتى المتعدي برضه لا نجيز اعماله ولا طلاق ولا، لكن الجمهور على التشديد عليه عقوبة له، لأنه هو فعل هذا بإيه؟ باختيار، فعليه أن يتحمل ما يترتب على اختيار. واضح؟ لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان، تكتب فيها السكران متعديا، فوق النشوان إيه؟ السكران متعديا، يعني السكران فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. يضرب ظهره يعني ايه؟ يقام عليه حد الخمر، يعني شرب الخمر. باب اذا اوصى بعتق عبد له ابق. افرض انا عندي عبد هربان مني، يسموه عبد ابق، خرج عن طوعي، وانا عندي عبيد تانين، فاوصيت بايه؟ بعتق كل عبيدي، فهل يعتق الابق ايضا ولا لا يعتق؟ فهمت؟ بعض العلماء قال لك الابق لانه ارتكب جريمة فلا يستفيد بإيه؟ بالعتق، فيفضل عبد زي ما هو. وبعد العلماء إيه؟ قال لك الشرع متشوف للعتق، اعتقوا يا أخي الكل، هو أكد أعتق كل عبيدي وهو يدخل من ضمن عبيده. فهمت؟ يبقى المذهبين، مذهب قال يعتق مع باقي من يعتق، ومذهب تاني قال لا يعتق لتعديه وخروجه عن سيده. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق، فقال هو حر، اعتبارا بإيه؟ بتشوف الشرع للعتق. واضح؟ وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر. يبقى إيه؟ طول عمر العلماء يختلفوا بوجهات نظر، واحد نظر الى ايه؟ ان الشرع يتشوف للعتق فقال نعتقه، واحد تاني نظر الى مخالفة ايه هذا العبد لسيده وخيانته له، فقال الخائن لا يستفيد بايه؟ بالعفو، لانه ده خائن. فهم؟ يبقى واحد نظر من باب العقوبة والتاني نظر من باب ايه؟ العتاق. كل واحد حسب نظرة الفقيه ينبني الحكم بتاعه. واضح؟ باب الوصية إلى النساء. الوصية أنا معنى الوصاية، يعني تكون إيه؟ وصية على غيرها. يبقى الوصية هنا للنساء أن تكون وصية على غيرها. معلوم أن المرأة تجوز شهادتها عند القاضي في الأمور المعاملات المالية وفي الأمور المتعلقة بالنساء كالرضاعة وكالعدة والولادة وغير ذلك، مش كده برضه تجوز شهادة؟ فطالما هي من أهل الشهادة يبقى تجوز لها أن تكون من أهل الوصاية في الأمور المالية، زي تكون امرأة وصية على أولادها بعد وفاة أبيهم، فيجوز أن تكون لها الوصاية. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الوصاية أنا معنى الولاية، وليست الولاية العامة ولا الولاية العظمى، ولكن الولاية الخاصة بالأمور المالية والتربية والرعاية. واضح؟ فالمرأة تجوز فيه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. باب الوصية لأهل، يعني كان سيدنا عمر كان عنده مال جعله وقف، فعند وفاته خلى ناظرة الوقف ده مين؟ حفصة بنته، هي إيه وصية هذا الوقف، هي اللي تشرف عليه وهي اللي إيه تنفق ما يأتي منه في المصارف التي كان يضعها أبوه. واضح؟ باب الوصية لأهل الذمة. هل يجوز أنك أنت توصي لغير المسلم؟ يجوز، لأن أنت عارف أن الإرث يمتنع عند اختلاف الدين. طب افرض واحد أسلم في أوروبا وأبوه كافر وأمه كافرة، والأسلم ده لو مات أبوه لا يرثوه لاختلاف الدين، وهو مطالب أن هو يحسن لأبيه، مش كده برضه؟ حتى بإسلامي يحسن لأبيه الكافر، يحسن لأبيه الكافر،
فاهم؟ مش يقتل ابوك كافر زي ما بيعملوا هناك في اوروبا، الواد من دول يسلم يقول له روح اقتل ابوك، الله. الاسلام قال لك لا، تحسن لابيك وامك على اي دين كانوا، ولكن لا تطيعهم في مساله واحده، ان يقول لك ما ايه اترك دينك، دي المساله دي الواحده، لكن غير كده تحسن اليهم. طب انا دلوقتي ايه اسلمت، يعني انا اللي ايه الراجل الاوروبي، مش انا اللي هو انا الراجل الاوروبي اللي في بلد كفار، جاء اسلم، قرايبي كلهم كفار، امه وابوه واخواته كلهم كفار. الجدع اللي اسلم ده ما شاء الله رجل اعمال، بيل جيتس عنده مليارات، وبعدين جاء حس بتوعك قالوا له ده انت عندك مرض خطير هتموت في خلال شهرين، فهمت ازاي؟ هيسيب ثروه طائله. طب وقرايبه كل دول كفار هيحرموا ارثه بسبب اختلاف الدين، له ان يوصي بثلث مال له. شفت بقى؟ له ان يوصي، عارف عارف انت الكفار لو عرفوا ان المسلم لو اسلم له ان يوصي لهم ما يمنعش ابنه من الاسلام ابدا، لان هناك في اوروبا ما تفرقش مع ابنه يتدين اي دين، لكن اول ما يعرف ان هو لو تدين هيحرم ارث ابنه يزعل يقوم يمنعه، خصوصا في طائفه الناس الاغنياء اللي عندهم اموال طائله، فهمت بقى؟ لكن لو عرفوا الحكم ده هيشجع ناس كتير تدخل في الاسلام، فهمت؟ يعني له ان يوصي لابيه وامه ان كانوا على غير دينه، وتجوز وصيته بس في حدود الثلث، لا اكثر من الثلث. طب ما هو الارث اقصى ما يرثوه الاب والام الثلث، فسبحان الله. شفت بقى؟ فلا اوصى لابيه وامه بالثلث مناصفه، يبقى ايه هياخد كل واحد الثلث، زي الارث، زي نظام الارث بتاعنا، فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي الشرع ما ظلمش حد، لكن احنا اللي ايه جهلنا اللي خلانا نعرض الشرع بطريقه خطا على الناس، فالناس كرهت الاسلام، فهم؟ بقى الوصيه لاهل الذمه. وعن ابي قال حدثنا ابو نعيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيقول في سوره البقره كتب عليكم اذا حضركم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، الايه دي تبقى الوصيه للوالدين والاقربين كانوا على غير الاسلام، وتبقى الايه غير منسوخه، فهمت بقى ازاي؟ وتبقى سوره النساء للاباء المسلمين، فهمت بقى ازاي؟ وتبقى الايه دي محكمه ودي محكمه، شفت الطريقه الحلوه؟ يبقى الحكايه سهله يعني، لان لو عملت بالدليلين اولى من ايه؟ من ابطال احدهما واعتبار احدهما منسوخ الاخر ايه معمول به، فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليس عن نافع عن ابن عمر ان صفيه اوصت لنسيب لها يهودي. صفيه طبعا كانت يهوديه مش كده برضه؟ واسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، قرايبها يهود، اوصت لهم واجازوا ايه الوصيه. وعن ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال اوصى غلام من الحي يقال له عباس ابن مرثد ابن سبع سنين لذئر له يهوديه من اهل الحيره باربعين درهما، فقال شريح اذا اصاب الغلام في وصيتي جازت، وانما اوصى لذي حق، لان دي رضعته بيت ام من الرضاعه، دي ليها حق عليه حتى ولو يهودي، فاهم؟ قال ابو محمد انا اقول به. باب في الوقف. الوقف اللي هو ايه؟ مال لا يورث رقبته بل يورث منفعته، ده الوقف، فاهم؟ يعني مال يستثمر اللي يورث ما يخرج منه، اما نفس المال فلا يباع ولا يوهب، يفضل وقف كده، ادي معنى الوقف. وعن ابي قال اخبرنا عبد الله ابن سعيد احنا طولنا ولا ايه؟ امال هنا مديني وقت. باب في الوقف. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي ان الزبير جعل دوره صدقه على بنيه، يعني اوقفها سيدنا الزبير، اوقف الديور الدار بتاعته، يعني ايه البيوت بتاعته اللي كان بيسكن فيها، كان عنده بيوت في المدينه وعنده بيوت في الكوفه وعنده بيوت في مدن كثيره، سيدنا الزبير كان من كبار اغنياء الصحابه، وكان يدعي ربنا كده يقول له يا رب انك تعلم انه لا يصلحني الا المال فاغنني،
كان يقول كده ليه؟ لانه كان بيتكفل الايتام وكان يتكفل واللي عليه دين يسدده له، كان عنده كرم. فاللي عنده كرم ده ما يعرفش يعيش بمال قليل، يتعب. مش كان بيعمل كده حبا في المال، لا، حبا في انفاقه في وجوه الخير. المهم ان الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، يبقى وقف. وان للمردودة من بناتي، يعني المطلقة من بناتي، ان تسكن غير مضرة ولا مضار بها. يعني قال ايه؟ لأي بنت من بناتي تتطلق تيجي تقعد عليها ما حدش يضايقها، تعيش محترمة فيها. فان هي استغنت بزوج فلا حق له، تسيب الدار بقى لغيرها. فهم؟ باب اذا مات الموصى له قبل الموصي. يعني انا اوصيت لفلان بجزء من مالي فمات قبل ان اموت انا، هل تستمر الوصية ولا تنتقل لورثته؟ فهم؟ الجمهور انها تبطل الوصية بموت الموصى له، لان هي متعينة له، فان مات تبطل خلاص، لانها لا يتملكها الا بالقبض، ومات والميت لا يقبض. واضح؟ فانا اوصيت لفلان ففلان ده مات قبل ما ايه يقبض، وقبل انا ما اموت، يبقى بطلت الوصية. ده ايه؟ ده قول الجمهور. كويس يا سيدي. الملكية ليهم تفصيل. الامام مالك قال لك ايه؟ اذا اوصى للميت وهو لا يعلم انه ميت تجوز وتنتقل لورثته، واذا اوصى للميت وهو يعلم انه ميت لا تجوز وصيته، لانها وقعت على غير محل. فهمت بقى تفصيل الملكية؟ يعني انا اوصيت لفلان، فلان ده كان صديقي وعايش في امريكا بقاله سنين ما اعرفش اخباره، فانا اوصيت لي وانا ما اعرفش انه ميت لانه قاعد في بلد بعيدة، فاتضح انه ميت، الملكية يقول لك ايه؟ تروح لورثتي، لان انا لما اوصيت ما كنتش اعرف انه ميت، فياخذها ورثته. واضح؟ طيب، لكن الجمهور قال لك لا تبطل لانها وقعت على غير محل. لكن لو انا عارف انه ميت واوصيت، الملكية الجمهور لا تجوز الوصية، يبطلوها. فهمت بقى المسألة؟ والشافعية ليهم تفصيل بس مش هقوله لك دلوقتي، بس في الاخر مع الجمهور برضه. فهم؟ وعن ابي قال حدثنا الحكم بن المبارك قال انبانا الوليد عن حفص عن مكحول في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله فيموت الموصى له قبل ان يخرج بها من اهله، قال هي الى اولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله. يبقى في قول هنا مكحول رايه ايه؟ انها بتنفذ الوصيه للميت، فلو كان ميت يتروح لورثته، حي ياخدها بس وخلاص. ده كلام مين؟ مكحول. ما هو مكحول من اهل ايه؟ الاجتهاد برضه، لكن خالف الجمهور في المساله، خد بالك. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عيينه عن علي بن مسهر عن اشعث عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بالوصيه فيموت الموصى له قبل الموصي، قال هي جائزه لورثه الموصى له. ده الحسن البصري برضه خالف الجمهور في المساله، ده اجتهاده. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن عيينه عن علي بن مسهر عن اشعث عن ابي اسحاق السبيعي قال حدثت ان عليا كان يجيزها مثل قول الحسن. باب اذا اوصى بشيء في سبيل الله. وعن ابي قال حدثنا الحكم بن المبارك قال انبانا عبد العزيز هو ابن محمد عن موسى هو ابن عقبه عن نافع ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال ان رجلا اوصى الي وجعل ناقه في سبيل الله وليس هذا زمان يخرج زمان يخرج الى الغزو فاحمل عليها في الحج، ينفع؟ هو اوصى ان الناقه دي تخرج في سبيل الله، هم فاهمين في سبيل الله الغزو يعني، فقال له الوقت ما فيش اوان غزو والوقت اوان حج، اخرج فيها في الحج؟ فقال ابن عمر الحج والعمره في سبيل الله. واضح؟ وعن ابي قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيده عن واقل بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ان رجلا اوصى بماله في سبيل الله فسال الوصي عن ذلك عمر فقال اعطيه عمال الله، قال ومن عمال الله؟ قال حاج بيت الله. ونقف عند هذا الحد، والحمد لله انتهينا من كتاب الوصايا، وغدا نبدا في كتاب فضائل القران.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وعدد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.